نتوقف عن القراءة الصحفية الآن ونعود إلى الخبر الأبرز هذا المساء، وهو حادث الدهس الذي وقع في مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، حيث نتابع مع حضراتكم في هذه اللقطة الحساب الشخصي للشخص الذي يتهم حتى هذه اللحظة بأنه المتورط في حادث الدهس الذي وقع في مدينة برشلونة والذي خلف حسب الحكومة الكتالونية 13 قتيلا فضلا عن أكثر من 50 مصاب. هذه هي الصورة التي تبرز الحساب الشخصية للشخص الذي يتهم بأنه المتورط في هذا الحادث، لكن على أي حال لا يبدو أن هذا الشخص هو يقينا المتورط في هذا الحادث حتى تفصح وسائل التحقيق وسلطات التحقيق في أسبانيا المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث. من بين المعلومات التي تظهرها البيانات الخاصة بصاحب هذا الحساب فإنه من المقيمين في مدينة مارسيليا الفرنسية، ما يعني أنه ربما يكون قد قدم خصيصا إما لمحاولة قضاء أيام قبل أن ينفذ هذا الحادث أو للوصول مباشرة إلى قبلته التي أراد أن ينفذ فيها هذا الحادث إذا كان هو بالفعل الضالع في هذا الحادث. لكن على أي لحظة على أي حال وسائل إعلام إسبانية نقلت قبل قليل دريس أوكبير هو المتورط في هذا الحادث، أو هكذا قالت وسائل إعلام إسبانية، هذا هو الحساب الشخصي للمتهم بارتكابه عملية الدهس في برشلونة حسب ما تقول وسائل إعلام إسبانية.